السلام سيدنا الكرام، دائما متتبعي جريدة أصوات، تحياتي لكم من جديد. اليوم بشكل مباشر أكيد من مدينة سطات، أثناء يعني هذه اللحظات كما كتشاهدوا معنا وكما غادي تلاحظوا معنا، واحد الحفرة كاينة وسط الشارع اللي يعني كانت في حي سيدي عبد الكريم، بالضبط على مستوى الشارع ميسور. هنايا كما كتشاهدوا معنا هذه الحفرة وقعت فيها قصة هذا المساء، قصة اللي تعرض فيها واحد الشاب اللي هو قليل صحة واللي غادي يعاود لنا اشنو وقع عليه شوية دابا. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا كشخص في وضعية اعاقة بصرية عميقة ودائمة، كنت في الدار هما سخروني الحانوت باش نجيب الاغراض ديالي، وكنصطدم بهاد الحفرة، وهاد الحفرة اللي هي تشكل خطر على الساكنة، وانا زرقت فيها رجلي وكنحمل المسؤولية لجميع المسؤولين في مدينة سطات اللي هما كيسهروا على مدينة سطات، وخاصة هاد الحفرة تسد في اقرب وقت. كيف طحت فيها انا؟ غيطيح فيها رجل كبير، امرة كبيرة، ومكفوف، وخاص جميع الحفر اللي في مدينة سطات اللي كنتشكاو منها دائما هي تشكل خطر على الراجلين. وحنايا انا راه كنطالع لفوق باش ما نكونش نجيش في شانطي باش يعني انت غادي في الطريطوار يعني باش تهربتي على الحفاري وعلى المشاكل تهربت على المشاكل باش ما لا كان دايس مع العلم انت يعني مع العلم انت صحتك يعني ضعيفه شويه. انا ضعيف بصر، انا قصي الشوف، وكنت انا الاتجاه ديالي هو الحانوت، ومع الحانوت هو عقرب لينا وغنجيني، وصادمت بهاد الحفره. وهاد الحفره راه كانت محلوله مع العلم، والشارع ديال الزنقه اللي فيها حنايا الظلمه فيها ما كاينش الضوء. فاش الدور راه دور الكاميرا ما فيهاش الضوء، ما فيهاش الضوء، كاين عاد الضوء في هاد الشارع. شنو بغيت تقول للمسؤولين اليوم؟ انت صحتي بعدا كاينه، ما وقعت لك شي حاجه دابا؟ دابا كون ما هاي رجلي راه باقا كنوقع عليها، يعني هاد الحفرة راه مرة أخرى غيطيح فيها واحد خور، مرة أخرى غيطيح فيها أي واحد. هاي الحفرة وكانت محلولة أصلا، شحال هادي راه كانت محلولة. كان محلولة ومردوهاش كيما خاصها تطرد. شنو بغيت تقول المسؤولين اليوم هاد المنبر؟ المسؤولين كيتحملوا فيها المسؤولية، كيتحملوا مسؤوليتهم في هاد الحفرة، خاص المراقبة دائما بطبيعة الحال، دائما خاص تكون مراقبة. إذا غير الذكر والإشارة دائما باش نذكروا لجميع المشاهدين وكل المتتبعين الكرام بأننا احنا الآن كنتواجدوا في شارع ميسور بحي سيدي عبد الكريم، وهاد الحفرة اللي كتشاهدوا يعني كترجع للشركة ديال اتصالات المغرب على ما أظن هنايا، وكذلك المسؤولية أخرى ما نساوش بأن الجماعة حتى هي خاصها تقوم بالدور ديالها، لأن هاد الزنقة هادي اللي واقفين فيها أصلا من عدم فيها الإنارة، سوا حنا جينا اكسبري يعني باش تعمدنا مع هاد البوله باش تعطينا شويه ديال الضوء اللي كاينه في الشارع. اما في راس الزنقه اللي فاش كاينه هاد الحفره يعني كما كتشاهدوا معنا زنقه مظلمه كما كتشاهدوا معنا الان، زنقه ازمور، يعني دي هي زنقه ازمور في الراس ديالها على مستوى شارع ميسور، والحلايا دي كما كتشوفوا فيها، والسيد كما كتشوفي يعني حتى هو قليل الصحه، يعني الله يكون في العون، حفره طاح فيها. وهاد الحفره كان ممكن كما قال هو يقدر يطيح فيها امراه كبيره ولا رجل كبير قليل الصحه ولا اي حاجه، فالله يكون في العون. فلهذا هذه رساله موجهه لكل المسؤولين بني سطات باش يقوموا بالواجب ديالهم ويحميوا المواطنين، لان المواطن فوق كل اعتبار. تحياتي لكم. واحد الكلمه الاخيره اللي هي احنا كنديرنا الغير على مدينه سطات، حنا بغينا مدينه سطات تكون بدون حفر، تكون بدون حفر، حيت علاش؟ الشخص الكفيف او ضعيف بصر راه كيطلع الرصيف، ضروري الرصيف خاص يكون مؤمن. شكرا لك.